واستعاد فريق ليفربول نغمة الانتصارات في مسابقة الدوري الإنجليزي بعد فوزه الساحق خارج أرضه على حساب بورنموث برباعية دون رد في الجولة 18 للمسابقة. سجل هدف ليفربول البرازيلي كوتينيو والمدافع الكرواتي ديان لوفرين، وسجل نجم منتخبنا الوطني محمد صلاح الهدف الثالث، واختتم الرباعية البرازيلي روبرتو فيرمينو. وأعلن حساب نادي ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر اختيار محمد صلاح رجلا للمباراة.